ولد حرامي. 10 ولد في الكوتشينة هتبنبك وعهد الله شراحك هات الربع جنيه. عايزك تعقل بطل مشك البطال ده يا جاد، بطل السرقة والنهب اللي انت عايش عليه. تقدر تقولي هقول لابني ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي بحر. ما تقولش كده عيب، انا خير كتير يا جدع. مفيش خير في الحرام يا حرامي، انا عملت حاجة غلط؟ سرقت تاني يا حرامي. ابو دومة. ايوه جابر تعالى. تعرف تسهل غفير على ما ادخل واللي يطلع بالنص؟ بس اللي هتجيبه انت انا اللي هبيعه. لا انا اخد حقي وانت ربنا يسهل لك. ماشي يا جابر. يلا. ايه 7 علب مسمار الاوز الواحده ب10 جنيه هدفع لك فيهم كلهم 10 جنيه اتنين. تعيش يا ودومه. قشطه يا ريس. وزعت البضاعه؟ لا لسه رايح اوزعها دلوقتي. انيالك انت جابر. لا مين ليه؟ انت قاعد سرقت 7 علب مسمار من المخزن؟ ما حصلش، فتشني ما عنديش حاجه. زميلك قال عليك بره. مين ده؟ زميلك. اسمه ايه ده؟ اهو واقف بره اهو. فين هو؟ موجود. معلش يا جابر اتقفشت. انا مش متلبس، مفيش حاجه تثبت ان حرامي. مسكني ليه؟ جاي هون مشان شو؟ عشان اشتغل. شو بتحب تشتغل؟ جاسوس. انت طلبت تشتغل معانا جاسوس؟ لا معلش مش عايز. استنى احنا بقى عايزينك. هتدفعوا كام؟ خش بالفرحة جاي مين؟ حاول تعطل بس بدون عمر. تعجبني لما تشتري مني، اصل كل قطعة من قطع الاسطول ليها مندورة بتتربط عليها، والشمندورتين بقى اللي هتتربط عليهم المركبتين اتشبطوا في الغاطس خلاص. كم مدفع؟ كم تربيد؟ كم صاروخ؟ اوكي؟ اوكي. اهلا بيك يا سعد الباشا. بقالي زمان ما شفتكش. من الاسبوع اللي فات. انا شايف ان الحتتين الجداد وصلوا، مبروك. دول لسه جداد ممنوع. انا يعني ما تشبوش ولا تصوروش. اسمع انا هنزل اعمل مناوره وانت ارسم كروكي. يلا. ايوه حضرتك استاذ جابر. ايوه في رساله علشانك. ايوه شكرا. خير حضرتك تعبان؟ لا ابدا. عنك انت من موزين عنك. اوعى تفتح بقك بكلمه بخلص عليك بالمسدس اللي في جيبي. انا فين؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. انت في مصر؟ عش خاين ومات كافر.